السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سيلفي سبورت. هاي المرة بتجيكم مني انا حميد كيالي. حلقة اليوم رح نحكي فيها عن بيب جوارديولا وعن مانشستر سيتي، هاي الشراكة اللي اثمرت بطولات عديدة لمانشستر سيتي ووضعت السيتي نفسه على خارطة كبار اندية العالم بالقارة الاوروبية. بس في سؤال بيطرح نفسه بعد مستوى مانشستر سيتي المتذبذب جدا منذ بداية الموسم حتى امتداد للموسم الماضي، هل حان وقت انتهاء هاي الشراكة الطويلة بين بيب غوارديولا وبين مانشستر سيتي؟ بس قبل ما نجاوب على هذا السؤال، في أسباب عديدة عم بتخلينا نشوف مانشستر سيتي، خلينا نسميها بهذا السوء اللي غير متوقع، لأنه بيب غوارديولا عادة بيقدم كرة هجومية جميلة مقنعة تقترن دائما بالانتصارات والأهداف الغزيرة، هذا الشيء اللي ما عم نشوفه منذ الموسم الماضي وعم بيتكرر وعم بينعاد ببداية هذا الموسم. مانشستر سيتي بالمركز 13، مانشستر سيتي 5 مباريات جاب 8 نقط فقط، فاز على ولفرهامبتون وعلى أرسنال، تعادل مع ليدز يونايتد وويست هام، وخسر من ليستر سيتي. بس في سؤال بيطرح نفسه والإجابة واضحة، في أي مباراة من هدول الخمسة لمانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي أقنع فيها السيتي أو ظهر بطريقته الطبيعية ولعب بالصورة المحببة لنشوفها واللي حبينا مانشستر سيتي كرمالها؟ الجواب ببساطة هو لا، لأنه مانشستر سيتي عانى بالخمس مباريات ضد جميع الخصوم، بالمباريات اللي فاز فيها حتى على أرسنال اللي كان خجول جدا وقرر أنه ما يهاجم نهائيا أمام السيتي، السيتي ظهر غير قوي وغير صلب وتعذب كتير لحتى قدر يربح 1-0 بنهاية المباراة. شو الأسباب اللي عم تخلينا نشوف مانشستر سيتي بهاي الطريقة؟ في كتير أسباب، بس السبب الأول يمكن هو غيابات الفريق دائما للإصابات الطويلة. مانشستر سيتي واحد من الأندية اللي دائما عنده إصابات طويلة لأكثر من لاعب بنفس الوقت، يعني تخيلوا الفريق عنده مهاجمين خيسوس وأجويرو، ومنذ بداية الموسم تقريبا الاثنين غايبين، وحتى أجويرو لما رجع بالمباراة الأولى انصاب مرة تانية وممكن يغيب لفترة أسبوعين أو لثلاثة. مندي، لابورت، لاعبين بخط الوسط، السيتي دائما عنده إصابات طويلة، وغوارديولا دائما بيضطر يخترق حلول جديدة لحتى يغطي هاي المراكز اللي ما لم تغطي عنده. فيمكن هذا واحد من الأسباب اللي عم يخلينا نشوف مانشستر سيتي دائما في عنده تبديل بتشكيلته وتغيير، وهذا اللي يمكن بيخلينا نفهم ليش غوارديولا بيلعب ب 172 تشكيلة مختلفة ب 172 مباراة. أكيد الفلسفة الزائدة بتلعب دور، بس غيابات الفريق بتلعب دور كمان ولا برسنتج معينة من هالتغيير الكبير بتشكيلات مانشستر سيتي. في نقطة تانية أنا برأيي مأثرة على مستوى السيتي، وهي عدم استقرار بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي. اللاعبين نفسهم بيحتاجوا يعرفوا أنه هنن بدهم يستمروا مع نفس المدرب الموسم القادم والموسم اللي بعده، ولا غوارديولا هذا آخر موسم له. إدارة مانشستر سيتي عم تلعب على الحبلين، خلينا نسميه، لا هي عم بتروح لعند السيتي ولا عند غوارديولا وتسأله هل انت رح تجدد عقدك لحتى نجدده ونخلص من الموضوع، بس بنفس الوقت بكل تصريحات المدير التنفيذي او المدير الرياضي بالسيتي بتقول انه طول ما انه غوارديولا موجود وهو مبسوط وعم نقدر نأمن له متطلباته فنحن مرتاحين ومبسوطين مع بيب غوارديولا، يعني مبسوطين بس ما حنقدم له عقد جديد. فهذا الشيء انا برايي عم بيخلق نوع من انواع البلبله داخل مانشستر سيتي، لا اللاعبين مرتاحين، لا الاداره مرتاحه، ولا بيب غوارديولا نفسه مرتاح بهي الظروف الغامضه، لانه الثلاثه ما بيعرفوا اذا كانوا رح يستمروا مع بعضهم بهي الشراكه الموسم القادم ولا لا. النقطه الثالثه واللي هي كتير مهمه واللي هي التفكير الزائد والفلسفه الزائده من بيب غوارديولا، بعد سنتين بعد ثلاثه على حسب كتير من المقالات العالميه اللي قريتها بتخلي اللاعب يوصل لمرحله التعب والارهاق من كثرة التكتيك اللي بيطلبوا منه مدربه. يعني واحد مثل أليكس فيركسون بقي مع مانشستر يونايتد أكثر من 20 سنة، السبب الرئيسي اللي خلى فيركسون أسطورة ويبقى كل هاي الفترة الطويلة هي كرة القدم السهلة اللي كان عم بيلعبها والتجديد بالفريق، لأنه أنت محتاج دائما دماء جديدة، هيدول الناس اللي عم بيدخلوا على الفريق يكونوا مؤمنين بأفكارك لحتى تقدر تفرض سنة بعد سنة بهذا التكتيك المعقد والطلبات الكتيرة من اللاعبين على أرض الملعب. السيتي بيغير بس ما بيغير كتير وما بيغير كل سنة، فمنشوف فريقه تقريبا بيلعب بنفس ال11 لاعب إذا ابتعدت الإصابات عنه، والسيتي
وتحديدا جوارديولا ماله المدرب اللي بيلعب كره القدم السهله، بيلعب كره قدم كثير معقده، بيطلب كثير مهام من كل لاعب فرديا على ارض الملعب، بده يغطي اكثر من مساحه وبده يكون باكثر من دور، فهذا الشيء بيخلي بالاخير اللاعبين بعد سنتين بعد ثلاثه بعد اربعه تفقد نوع من انواع الصبره، وبيظهر التعب على اللاعبين بتطبيق افكار بيب جوارديولا. فبنرجع للسؤال الرئيسي، هل فعلا حان الوقت لبيب جوارديولا انه يدور على فريق ثاني والسيتي يشوف نفسه الموسم القادم مع بدون بيب جوارديولا؟ الاكيد انه الاطراف الثلاثه عم تفكر بمرحله ما بعد بيب جوارديولا، هذا شيء طبيعي. جوارديولا انا برايي لازم تكون هي السنه هي الاخيره في حال عدم قدوم ليونيل ميسي الموسم القادم او الصيف القادم على مانشستر سيتي، لانه قدوم ميسي الموسم القادم على مانشستر سيتي هو بدايه عهد جديد يمكن تخلي بيب جوارديولا بالسيتي 4 أو 5 سنوات جديده، لانه اللاعبين راح يكونوا متحمسين جدا حتى الافكار بيب المعقده جدا، لانه في ليونيل ميسي على ارض الملعب، الاداره مستعده تلبي كل طلبات بيب جوارديولا بغض النظر عن ليونيل ميسي. وغوارديولا لما يجتمع مرة تانية مع ميسي بفريق صلوا عم يشتغل عليه 4 سنين، أنا بتصور رح يوصلوا يعني لأفضل حقبة مجد ممكن تجمع مانشستر سيتي مع بيب غوارديولا. فقدوم ميسي هو أنا برأيي القرار اللي رح يفصل بين بقاء بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي الموسم القادم من عدمه. بنهاية هذا الفيديو لازم نعرف انه بيب غوارديولا بمقابلة من المقابلات سألوه ليش بتلعب هاي كرة القدم المعقدة جدا، فقال له لانه هذا شيء انا اؤمن فيه، لو كنت اؤمن انه اذا دافعت بعشر لاعبين ولعبت على الهجمة المرتدة رح اربح مباريات ورح اربح بطولات صدقني كنت اتبعت هذا الاسلوب، بس انا هذا شيء مالي مؤمن فيه، انا مؤمن انه انا لازم تكون الكرة بحوزتي اكثر وقت من دقائق المباراة، بهي الطريقة أنا ممكن أفوز، بهي الطريقة أنا ممكن أتوج بالبطولات، فأنا ما فيني ألعب بطريقة وأقنع فيها لاعبيني إذا أنا مالي مقتنع بالفكرة. فالشي اللي عم شوفه عند غوارديولا هو ليس فلسفة زائدة، هو إيمان منه أنه هي هي كرة القدم اللي لازم تلتعب بهي الطريقة. بنهاية هذا الفيديو بتمنى يكون عجبكم، جاوبوا على سؤال الحلقة، هل بيب غوارديولا لازم يبقى مع مانشستر سيتي الموسم القادم ولا برأيكم الطلاق هو الحل الأفضل لجميع الأطراف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.